في إطار الحملات التحسيسية المبرمجة لهذه السنة، تم هذا اليوم بمشاركة جميع الفاعلين في ميدان المجتمع المدني والسلطات الأمنية لإعطاء حملة تحسيسية في الحماية من المخاطر التي يواجهها التلاميذ، خاصة في الفضاء السيبراني ومختلف الجرائم المنتشرة عبره. تم هذا اليوم على مستوى متوسطة نميش بومدين القيام بحملة تحسيسية أعطيت فيها مجموعة من النصائح والإرشادات للتلاميذ وأوليائهم حول كيفية استعمال الصحيح والعقلاني لوسائط التواصل الاجتماعي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، هذه الندوة التي أقيمت في متوسطة نميش بومدين العنوان نتاعها الجريمة الإلكترونية، معناه كل ما يتعلق بموضوع الإنترنت. وطبعا موضوع الإنترنت موضوع واسع وشاسع، والكلام عليه من المستحيل باش يكمل، وخاصة عند الأبناء نتاعنا. إذن هذا هو الموضوع نتاعنا اللي قدموه الجماعة تاع المنظمة الوطنية للمجتمع المدني بحضور أسلاك الأمن الوطني وكذلك مجموعة الدرك الوطني وممثل عن العدالة وكذا إمام مسجد عائشة أم المؤمنين. إذن كلهم تناولوا هذه القضية مع التلاميذ نتاعنا بحضور التلاميذ والأولياء نتاعهم لغرض التحسيس وتجنب هذه الآفة الخطيرة اللي صبحت منتشرة في المجتمع نتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا التلميذ معاد بكر من قسم هرم عام ثلاثة، متمدرس في متوسطة نميش بومدين. اليوم نشكر كاع المؤسسة وكاع الأعضاء اللي شاركوا في هذا النشاط التحسيسي على مخاطر الإنترنت والسلبيات والإيجابيات، ونتمنى أن الرسالة فاتت للتلاميذ، ونقدم الشكر لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أستاذة غاول، أستاذة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية، محالة على التقاعد إن شاء الله. هذه الحملة التحسيسية كانت في صالح التلميذ، خاصة هذه الأيام مع التزايد في هذه الحملات التحسيسية، رانا فرحانين بها، وإن شاء الله يا ربي تكون نفعا لأولادنا لهذا التلاميذ تاوعنا إن شاء الله يا رب، وشكرا. اليوم قمنا بزيارة لولاية وهران معكم الأمين الوطني مكلف بولاية دار التنظيم السيد ناصر يوسف من المنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني، وبتنسيق مع المكتب الولائي لولاية وهران قمنا بيوم تحسيسي لدور المنظمة كمحاربة الجريمة ومكافحة الإدمان على الإنترنت، وحضروا فيها السلطات. الحمد لله جازت هذه في أحسن ظروف، ونشكر المؤسسة تاع نميش بومدين ونشكر الفاعلين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تمت اليوم فعاليات يوم تحسيسي للحماية من مخاطر الإنترنت بالنسبة للأطفال المراهقين، وكان هذا على مستوى متوسطة النميج بومدين. يعني الحمد لله من ناحية التنظيم كانت في القمة، أيضا تفاعل الأولياء، تفاعل التلاميذ، تفاعل كل الفاعلين من أساتذة ومسيرين، وكان هذا ضمن ولا في صدد اليوم العالمي ل 28 فيفري المسمى بيوم بدون فيسبوك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اليوم يوم تحسيسي حول مكافحة الإدمان على الإنترنت والجريمة الإلكترونية. هذا يوم تحسيسي شعاره يوم بدون فيسبوك. الإنترنت هذه نعمة، ونحن الآن نريد أن نضبطها بضوابط شرعية حتى لا تتحول إلى نقمة وتعود بالوبال، خاصة على الأطفال والشباب والمراهقين. وتوجيهنا هو الاستعمال الصحيح للتكنولوجيا أو للإنترنت أو لمواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الفاعلين والأساتذة والمحاضرين والمداخلين، وبارك الله في الجميع، بالتوفيق. سلام عليكم.